على حيطه سوداء او لونه اسود على حيطه بيضاء. فالناس كانت بتضحك عليا، يعني انت بتقولي كده؟ اقول لها عشان انا لما اجي ارمي حاجه في الباسكت اشوفها. كل حاجه زي كده بقى، يعني ابيض على اسود، اسود على ابيض، الوان لا. انا بس محتاجه دور توعيه للمجتمع نفسه، ان هو يعرف ان في ناس كده، ان هو المجتمع فاهم ايه، ان يا اما انت لابس نظاره وشايف، يا اما انت مش شايف خالص. لا يعني في يا جماعه ما بين البنين دول بيعانوا في حاجات معينه، ان هم ممكن يكونوا كانوا في مدارس عاديه، ممكن يكونوا كانوا مش برايم. فبالتالي انا كطالبه ماجستير، معلش هقول شويه كده من اللي بحصل فيه، انا اكاديمي من اي تو زد. يعني ايه؟ يعني الكتابه، الكتب، ببقى محتاجه اروح مكتبات في مصر كلها، ببقى محتاجه يبقى في المكتبه اي وسائل مساعده، سواء بقى كان بني ادم، سواء كان الكمبيوتر نفسه يبقى عليه البرنامج اللي بيساعدنا. لا للاسف انا مش بلاقي ان انا زعلانه دلوقتي، لا انا مش زعلانه، انا جاي اقول لكم احنا نلاقيه ازاي. احنا نلاقيه ان انا في مكتبه فيها مثلا جهاز كمبيوتر لحد عادي، انا هجيب جهاز كمبيوتر تاني ونحط عليه برنامج نقطة، مش هيكلفني اي حاجه تماما. انا مش محتاجه من حضراتكم ان انا يبقى عندي معمل كامل باجهزه كمبيوتر مؤهله لذوي الاحتياجات الخاصه، مش هو ده المطلوب. المطلوب ان انا في اماكن عامه يبقى في جهاز وسط الاجهزه العاديه. ده النظريه اللي انا بنادي بيها دايما. انا عمري ما حضرت حاجات كتيره خاصه بذوي الاعاقه، لان انا مش معتبره ان انا مثلا من ذوي اعاقه او كده. ليه؟ لان انا حاسه ان احنا هنا بنادي لوحدنا، يعني بنادي وسط ناس زي. لا انا دايما بنادي ان لما يكون في دمج انا بدمج نفسي، او احنا بندمج نفسنا ازاي. انا ما بعملش يوم لذوي الاعاقه، ما بعملش يوم ندوة مثلا ايفنت معين لذوي الاعاقه، لا انا بودي ناس من ذوي الاعاقه لناس عاديه. ليه؟ عشان خاطر الناس العاديه دي تتقبل ذوي الاعاقه نفسه معاها يوم كامل، مش انا مع نفسي بنادي في يوم معين لذوي الاعاقه، لا انا اروح ايفنت عادي جدا بروح لهم كعادي، انا واحده عاديه اتعامل معاهم بشخص، انا شخص عادي معاكم. ليه؟ عشان تتكبروني. انا ما بكلمش اللي هو ضعيف بصر بس، لا انا بتكلم لكل الاعاقات. مثلا احنا بنشوف اعاقات كتيره جدا، شلل دماغي، مش عارفه ايه، حاجات كتيره جدا جدا جدا. الناس لما بتشوفها معاها فجاه بتتخض، لكن لما بيلاقيهم معاهم على طول خلاص انا بقيت واحد معاك، انا بتتكبر بعد كده. الناس بعد كده بتتكبر عشان ما نجيش نلوم عليهم، نقول لهم ايه؟ لما بيشوفونا بيقعدوا يمصمصوا شفايفهم، لما يشوفونا بيقعدوا يقولوا يا عيني، بيدعوا لنا. طب ما هم ليه يا جماعه؟ عشان مش شايفيننا اصلا، يعني لان احنا مع بعض. معلش انا اسفه جدا انا بقول حاجه زي كده، بس لازم نلقي الضوء على حاجه زي كده. ان انا مدارس، انت مدارس كلها فيني، اما مدارس لا، انا الحمد لله يعني دي حاجه فعلا حاجه لازم تتعمل، ان انا كنت في مدارس عاديه رغم المعاناه، بس المعاناه خلتني في مدارس عاديه اتعامل مع ناس عاديه. رغم ان الناس العاديه ممكن يبقى فيه مش متقبلاني، بس بكره بعده تتقبلني. ليه؟ عشان انا معاها، يعني مش اتفرضت عليك خلاص، انا معاها اوريدي. فبعد ما ببقى معاها يوم والتاني والتالت خلاص هي قبلت وعرفت بيتعامل ازاي، عرفت ان في انواع معينه ان تتقبل صاحب الاعاقه دي معاها. فانا من هنا بنادي بالندوه، ومبسوطه ان في يعني ان في نقاش في الموضوع. بنادي ان بجد يبقى في للعلم شويه بس، يعني القاء ضوء. الناس اللي هي يعني انا مش عايزه كتير جدا حواليا عيلتي يقولي طب انت التعب اللي انت فيه ده او المعاناه اللي انت فيه ده انت مستفيده بايه؟ انت مفيش. فاقول لهم لا، يعني لازم اكيد الدنيا تتغير، حتى لو مش ليا يبقى للاجيال اللي بعدي. اجيال اللي بعدي ان انا ابص للمكتبات، ابص لو انا طالب اكاديمي وحبيت اعاني او حبيت ان انا ادرس، انا حابه العلم، انا بحب العلم. طب يبقى العلم جزائي ان انا اعاني؟ لا اكيد 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 بعد كده او السنين اللي جايه علينا مش هيبقى المعاناه دي موجوده. ليه؟ مش عايزين نصرف. انا مش عايزه جهاز معمل كبير زي ما قلت لحضراتكم يبقى فيه اجهزه كمبيوتر، لا انا عايزه في الاماكن العاديه، اي مكتبه عاديه مؤهل ليها جهاز كمبيوتر، يبقى فيه الجهاز ده يبقى عليه برنامج لذوي الاعاقه، خاصه بقى اخص دار الكتب، دار الوثائق، الجمعيه التاريخيه، اي حاجه من الحاجات دي. بلس
ان يبقى في حد هناك مسؤول عن ذوي الاعاقه، واحد بس، احنا مش طالبين غير واحد. يعني انا هقول ان انا رحت مره كنت رايحه لوحدي، انا اعرف اروح لوحدي، اركب اوبر اركب ده، بس هي المشكله ان انا الكتاب مثلا مش هعرف اقراه، والمرافق اللي بيجي مره مش بيجي المره الثانيه. فانا لما اروح لهم اقول لهم يا جماعه عشان خاطري دخلوا معايا اليوم ده، انا مصدقت غبت من الشغل، دخلوا معايا مرافق من الجامع من المكان، انا اليوم بيضيع عليا. فيقولوا لي لا احنا ما نستامنش الموظف. ايه ما تستامنش الموظف؟ اما تستامن المرافق اللي جاي معايا اللي مش عارفينه. فانا مش قصدي ان انا اقول لكم طاقه سلبيه او حاجه او معاناه، بس انا يعني بحب ان انا ارض الواقع، وان انا قاعده في مكان مش خاص ما فيهوش اي اكسبكت تماما عن ذوي الاعاقه.